ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وعايزين نعرف النهاردة ايه اللي بيحصل. تعامد الشمس على تمثال رمسيس لمدة 20 دقيقة كل سنة. موضوع مثير جدا، لان في ناس بتقول ان هو عيد ميلاد تمثال رمسيس، عشان كده 20 دقيقة بتيجي الشمس على تمثال رمسيس. فعايزين نعرف الحقيقة بالظبط طبعا من ضيوفنا اللي منورينا النهاردة. أهلا بيكي معانا الأستاذة شيماء موسى مرشدة سياحية. أهلا بيك مشرفين بحضرتك. كمان معانا أستاذ أحمد فهيم مرشد سياحي. أهلا وسهلا بيك مشرفين. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس إيه حكاية الإشاعة اللي بيقولك عيد ميلاد تمثال رمسيس ففي 20 دقيقة، وإزاي اتحسبت فلكيا وحاجات كتير قوي عايزين نعرف. بصي، هو الموضوع كبير. في بعض الاحيان بتبقى معلومات الناس اتعودت ان هي تسمعها، فالمعروف او الدارج ان ده تاريخ عيد ميلاد الملك رمسيس الثاني، بس هو الحقيقه هو مش تاريخ عيد ميلاده. تمام. لان احنا ما عندناش تسجيلات في التاريخ المصري بتسجل تاريخ ميلاد الملوك، احنا بنسجل التاريخ او سنه التقويم المصريه القديمه بتبتدي مع بدايه تولي الملك للعرش او للحكم. ففي كذا راي. الراي الاولاني بيقول ان ده التاريخ بتاع تولي رمسيس الثاني الحكم في مصر، مش عيد ميلاده. مش عيد ميلاده خالص. والتاريخ الثاني تاريخ تأليهه، لان هو كان حول نفسه او شخصه من ملك الى اله. ودي نظريه في ناس برضو مش بتؤمن بيها، لان هو كان انعكاس. كنا لسه بنتكلم مع استاذ احمد في بره ان ده هو بيعكس نفسه، او هو انعكاس للاله، صوره الاله على الارض. بالظبط كده. طيب استاذ احمد، اشمعنى اليوم ده بالذات وفي اللحظه دي وفي الساعه دي؟ يعني حسبوها ازاي فلكيا؟ صحيح، حاجه غريبه جدا. يعني هي ببساطه المصري القديم على فكره ما بداش العمليه دي من عصر الملك رمسيس الثاني، لان احنا عندنا دلائل اثريه وفلكيه من عصور ما قبل التاريخ ان المصري القديم قدر يوصل لموضوع تعامد الشمس على اثار معينه في الصحراء الغربيه، وكلام ده عمره حوالي يعني نقول 7000 ل 8000 سنة. ففكرة ان انا يعني اتصور ان هم بدأوا مع عصر الملك رمسيس الثاني لعمل الظاهرة الفلكية دي مرة واحدة، او هي دي البداية، طبعا ده مش صحيح. ان انا دلوقتي عندي دلائل ان مصر قديم مارس الفلك ومارس الظواهر الفلكيه، درس الكلام ده من سنين، من قبل حتى ما تحصل الوحده المصريه السياسيه تقريبا سنه 3000 قبل الميلاد. عشان كده احنا عندنا دلائل ان هو مارس العمليه دي، وكان عندهم ادواتهم. ده احنا متاخرين قوي كده. وكان عندهم لسه بنتعلم معارفهم، وقدروا يراقبوا حركه الشمس طوال السنه، والكواكب والنجوم والقمر، وتحديدا في المكان ده ما تتغيرش. تحديدا في المكان ده ما تتغيرش خالص. طب استاذ شيماء، هل ما فيش مره كده جت في سنه ما حصلش الموضوع ده؟ لا، يعني من اكثر من 30 قرن من وقت ما انتهى بناء المعبد. هو في تغيير حصل. انتوا عارفين طبعا ان المعبد تم نقله علشان الفيضان وارتفاع منسوب الميه، علشان يحافظوا عليه. منظمه اليونسكو قعدت 5 سنين تقطع في المعبد عشان يتنقل للمكان اللي هو فيه. نفس شكله ونفس جودته بالظبط، بنفس الشكل. هو المعبد في الحقيقه كان منحوت في الصخر، لكن لما اتنقل هم بنوا القبه دي اللي هو داخل جواها المعبد، وقعدوا 5 سنين ينقلوا ويقطعوا ويعيدوا بناء قطعة. فالتاريخ اتغير، كان الأول 21 أكتوبر و 21 فبراير، اللي هو المفروض برضو من الآراء أن هو معاد ابتداء فصل الزراعة، والمعاد الثاني فصل الحصاد. لما نقلوا رجعوا بالمعبد 180 متر لورا، وارتفعوا بيه 60 متر لفوق. فطبعا حصل اختلافات في خطوط الطول وخطوط العرض، ادت الى ان التاريخ اتغير بقى 22 اكتوبر و22 فبراير. تمام. بس حابه اقول لاستاذ احمد، بما ان حضرتك ارشاد بقى سياحه اغرب حاجه بقى قابلتك، واغرب رساله ممكن تكون موجوده على جدران المعابد. والله هي كل اللي موجود على جدران المعابد مبهر. اكيد مبهر. كلها يعني هي عباره عن شعائر وصلوات بيعملها الملك الحاكم باعتباره وسيط ما بين السماء والارض،
بيحاول ان هو يحكم البلاد بالعداله بالمعت، بيحاول ان هو يظبط توقيت الفيضان في ارض مصر، بيحاول ان هو يتحكم وفقا للمعتقدات البصريه القديمه في بعض الظواهر الطبيعيه اللي هي في الاخر هتعود على النفع المعنوي والمادي على الشعب المصري القديم. المعابد المصريه القديمه هي كلها عباره عن قنوات اتصال مع عالم ما ورائي مقدس. ازاي اقدر اتصل بالكائن الاعلى المقدس واتخاطب معاه بما يعود بالنفع على كل شعب مصر. ملك شغال عشان يسعد الشعب المصري. الله، حلو قوي، مسؤول قوي. ملك شغال عشان يسعد الشعب المصري، جميل قوي. في حاجه كمان عايزه اضيفها الاستاذ احمد الحقيقه، يعني واحنا التعليمه دي بتاعته هو، احنا اتعلمناها منه هو في المقابر بتاعت سقاره. يا استاذ احمد الاكتشاف الاخير ده، لا ده كمان الحاجات القديمه اللي هي موجوده وبنزورها، يعتبر البير السادس تقريبا الاكتشاف الاخير ده، البير السادس في سقاره. من حاجات ردا على سؤال حضرتك الاستاذ احمد، الحاجات دي برضو كنا لسه في زياره في سقاره قريب، ان المقبره او المناظر اللي موجوده في المقبره بتمثل اول شهر عقاري. ده كلام استاذ احمد، وفعلا اول ايه، اول شهر عقاري في التاريخ. معقوله؟ انا هخلي استاذ احمد بدا هو اللي يضرب حاجه بقى، ما بحبش اعدي حاجه مش فاهمها. بالظبط كده، انا لان انت سالتي حضرتك على اغرب حاجه من يعني الشرح اللي الشهر العقاري زي الموجود عندنا، شهر العقاري زي الموجود تسجيل. عندنا تسجيل بس استاذ احمد عندنا في شهر عقاري زيه اعلم مني في هذا، يعني ما شاء الله كانوا متطورين. هي الموضوع ببساطه شديده ان مصر القديم لما كان بيعمل مقبره، المقبره مش مجرد مكان للدفن. المقبرة من ضمن وظائفها، هي ليها وظائف كتير، ان انا بحدد مين هم ابنائي في المقبرة، عددهم من الاسرة كام، واسمائهم ووظائفهم، عشان هم دول اللي هيورثوا من بعدي. تمام. فمن الممكن جدا ان انا بصور الابناء داخل المقبرة عشان اسجل الوصية والميراث. بالظبط. تمام. وبناء عليه احنا هنا بنقول ان ده يعني في الحضارات القديمة تكاد تكون هي الحضارة المصرية القديمة، هي الحضارة الوحيدة أو الحضارة الأولى اللي عملت الموضوع ده في المقابر بتاعتها. لأن المقابر مش بس مجرد مناظر دينية أو شعائر دينية، ولكن داخل فيها وظائف كتير، من ضمنها الوظيفة المهمة دي. دي من الحاجات الطريفة جدا، أو توظيف المعلومه، لان في مناظر كتيره جدا في المقابر، منها المناظر بتاعه تصوير الابن عشان الميراث زي ما استاذ احمد قال. فساعتها لازم يوثقها على الجدران. فساعتها قال لنا ده اعتبروه الشهر العقاري مثلا. من اغرب يعني الحاجات برضو. طب استاذ، خلينا نتكلم بقى على الاكتشافات الاثريه الاخيره اللي الدوله اكتشفتها. احنا الصراحة 2020 بالرغم من موضوع كورونا والمأساة اللي احنا عايشينها، ولكن 2020 بالنسبة لوزارة السياحة والآثار والاكتشافات اللي تمت، مش سقارة بس سقارة يمكن خدت الجزء الأكبر، ضجة عالمية. بالظبط. البير الأخراني اللي اكتشف في سقارة دي رابع اكتشاف، يعني مش اول واحد في 2020. تقريبا ده تقريبا سادس بير اكتشفوه في الفتره دي. الابيار من الاسره 26 59. هل هو ملك تابوت ولا لحد دلوقتي مش عارفين؟ لا، رجال دوله اعتقد، كهنه كبار، كهنه كبار رجال الدوله، مش ملوك. لا مش ملوك. وطبعا بس سبحان الله لحد دلوقتي الجدران كما هي، جدران زي ما هي والالوان زي ما هي والنقوش والكتابات، وده بيسهل ان احنا نتعرف على مين صاحب التابوت. خلي بالك برضو احنا لما بنكتشف اكتشاف هو مش بس زياده لعدد الاثار اللي موجوده عندنا في مصر، لا بالعكس، ده احيانا بتكون الاكتشافات دي اعاده كتابه للتاريخ، لان بيبقى فيها في الغاز كتير عندنا في الحضاره المصريه، وفي حاجات كتيره جدا مش متاكدين من صحه معلوماتها. لما بيبقى في اكتشاف كبير زي ده ممكن يخلي بعض النظريات تتاكد وبعض النظريات تتشال، او تبقى خلاص تبقى صحيحه تبقى غلط. فاحنا بنعيد كتابه التاريخ مع الاكتشافات دي كمان، واعاده كتابه التاريخ ده هيطور من معرفتنا بالتاريخ المصري، غير طبعا الدعايه الرائعه للكلام ده، كميه وسائل الاعلام والصحفيين والمراسلين اللي كانوا موجودين في ساعه الاكتشاف. دي دعايه ما فيش بعدها لمصر بعد ان شاء الله انتهاء ازمه كورونا ان شاء الله. ان شاء الله. في يا استاذ احمد اشاعه بتطلق تملي، بيقول لك في حاجه اسمها لعنه الفراعنه، هل الجمله دي حقيقيه ولا لا؟
عايزين نعرف الناس برضك ان مفيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه يعني. لا هي الموضوع ببساطه هو طبعا يعني مش ما يعني مش لعنه الفراعنه مش موجوده. هي الموضوع ببساطه عباره عن ان في اجراءات علميه بتتخذ قبل ما يتم اكتشاف او قبل ما يتم عمل اي اكتشاف اثري. الاجراءات العلميه دي بتبقى مهمه جدا طبعا. انا برضك بعض الصور اللي هي بتاعت الاكتشاف الاخير لسلامه الناس اللي شغاله في الحقل الاثري نفسه. المصري القديم كان عنده لعنه من نوع اخر، وهي انه كان بيتصور ان اللي هيدخل المقبره وهو غير طاهر توجه اليه نصوص سميناها او تم تسميتها نصوص اللعنات. اللي يخش المقبره وهو غير طاهر، يعني ايه غير طاهر؟ يعني قصده ما عملش شعائر يعني التطهير وعايز يأذي او يسرق صاحب المكان. في الحاله دي يقول فليكن التمساح ضده في الماء. دي مقوله جديده دي. يعني في الحاله دي هو مصر القديم كان بيعتقد في اللي هو بيكتبه، لان دي ما كانتش نصوص عاديه. الكتابه المصريه القديمه كتابه ذات اثر فعال. فمثلا يعني اللي هيتم التهامه من التمساح من الماء ده اكيد عمل حاجه كبيره جدا في حياته، عمل غلطه كبيره، فما كانش عنده الموضوع خاضع للصدف. من ناحيه تانية النصوص اللعنات دي هو كان بيؤمن بيها، بيؤمن بفكره ان هي كانت بتحمي المكان المقدس او المقبره بتاعته، لانها من الاماكن الطاهره جدا اللي بيخشها كاهن طاهر بيعمل شعائر طهاره عشان يقدر يتواصل مع التليفون. استاذ احمد مين معايا يا فندم؟ الو، محمد بن داليه. اهلا بيك يا استاذ محمد. ايوه يا استاذ. ايوه اتفضل يا فندم. مساء الخير. اتصال اتقطع. ايوه يا بيه. مساء سامعينك يا فندم. اتفضل. سامعني؟ اتفضل معانا. مساء الخير. ايوه مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. الو. نعم. مساء الخير، اهلا وسهلا. الو. الظاهر في مشكله. أيوة. في الصوت. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. سؤال حضرتك بخصوص ايه؟ اتفضل استاذ محمد. اتفضل حضرتك. حضرتك انا بعت صور لشقه هدوها عندي. هدوها ايه؟ الصور بعتها عندكم. ها الصور موجوده عندكم للمجلس القروي. هدي شقه عندي. هدي شقه؟ هي من 1970. 1970. تمام كمل اتفضل. وفيها ميه وكهرباء لها 45 سنه. تمام. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب يا استاذ محمد؟ المطلوب انا عايز المجلس يصبها لي تاني زي ما هدوه. تمام ماشي يا استاذ محمد، بشكرك واكيد شكوتك وصلت. ويا ريت يا فريق الاعداد تواصل معاك. شكرا. اتفضل يا استاذ احمد. فزي ما كنت بقول لحضرتك ان هو زي ما بنتكلم على لعنه الفراعنه. كنت بتناقش مع الاستاذه شيماء في الموضوع ده. يعني هي موجوده قصه لعنه الفراعنه عشان يحموا المقابر بتاعتهم او يحموا ده في عقيدتهم الأثر. عقيدتهم عقيده لكن في الواقع حاجه ثانيه. في الواقع او لما حد بيكتشف مقبره او كده، لا هو كانت الناس اللي اكتشفت المقبره الاخرانيه موجودين وبصحه جيده. بالظبط. احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده فعلا زي ما استاذ احمد كان بيقول. احنا او في اجراءات احترازيه بيتم عملها علشان يحموا فريق العمل، لان المقبره مقفوله لالاف السنين. اكيد في طفيليات، اكيد في بكتيريا. دي حاجات معادله علميه بسيطه جدا ممكن تؤدي الى حدوث اي شيء، لكن ده مش معناه لعنه الفراعنه. لكن يعني الموضوع لا 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 مفيش كلام. هم اكيد ميتين متطبيعيه. لا 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 مفيش. لا ده اتعمل افلام ومواضيع عن لعنه الفراعنه. ما هو في بعض الاحيان بيستخدموا الموضوع ده للبروباجندا، ويبقى في ماده دراميه علشان يعملوا افلام ويبقى في تشويق وكده، لكن علميا لا مفيش حاجه اسمها لا لعنه الفراعنه. ايه السبب في وجود طول الوقت ده في اساليب التحنيط كمان اللي بنلاقي ادوات الملك او اي شخص يعني اكتشفت المقبره بتاع ادواته موجوده جنبه؟ ايه الاعتقاد في كده ان هو هيجي هيوعس للحياه مره ثانيه مثلا؟ ولا بالظبط هو حضرتك بتقوليه ده اللي هو الاساس الجنائزي اللي هو اللي بيحطه بجوار المتوفى في المقبره على اساس ان هو الذهب وحاجته كلها. يعني حتى ثروته ممكن تكون معاه. بالظبط. حاجه غريبه جدا. بس على فكره المصري القديم برضو كان ليه رؤيه تانية. يعني مش بالضروري هو في كل الحالات هو عنده اعتقاد ان في بعث. طبعا بس البعث عنده بشكل مختلف عن عندنا. ده صحيح. ده صحيح.
الأساس الجنزي كان بيلعب دور تاني مهم جدا، وهو دور سحري تمائمي. بمعنى إيه؟ أنا بحط الحاجة مثلا التميمة اللي معمولة من الذهب أو من الفضة، لأن دي هتساعدني على البعث في العالم الآخر، هتساعدني على إنها تبعد عني شوية أشرار وشوية مخاطر. طريقة تفكير غريبة شوية. فبالعكس إحنا وبيحمي لحد النهاردة نفسه. لحد النهاردة ممكن نقول يعني في بعض الأفكار الشعبية وبعض المعتقدات الشعبية هناك من يزال يمارس يعني ان انا مثلا ممكن اجيب حجاب او حجاب او زجاجة او شيء. طيب استاذة شيماء، او في ناس بتعتقد ان الجعران ده بيجيب الحظ، هل المعلومه دي حقيقي برضك؟ هو الجعران اصلا رمز البعث والميلاد الجديد في الحضاره المصريه القديمه، لان هو الوظيفه بتاعته ان هو بيطلع من الرمل ويزق الكره من الروث. هو كان مصر القديم قارن ما بين الكوره اللي بيزقها الجعران اول ما بيطلع من الرمل والشمس المكوره اللي بتطلع في السماء لحظه الشروق. فاعتبر من اللحظه دي مثلا ان الجعران رمز البعث والميلاد. فانا لما اعمل لي تميمه صغيره كده على شكل الجعران يعني انا هيجيب الحظ يحميكي. طب استاذه شيماء، بما ان حضرتك بقالك ما شاء الله 17 سنه في قطاع السياحه، ايه اللي نفسك يتغير في قطاع السياحه عشان نقدر ننافس الدول العالميه في قطاع السياحه؟ احنا الحقيقه الخريطه او خريطه العمل بدات تتغير بشكل ملحوظ جدا، وده واضح في كل الخطط اللي بينفذها بالفعل الدكتور خالد العناني على قدم وساق. يعني لو احنا مثلا اتكلمنا على موضوع بسيط جدا اللي هو المتاحف، كم المتاحف اللي هيتم افتتاحها، وهي المفروض كانت تتفتح بس عشان موضوع الكورونا. يعني متحف الحضاره، تجميل وتطوير وسط القاهرة، المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير ما بين كل أسبوع وأسبوع، أنا بتكلم على قبل الكورونا، كان بيبقى فيه فرق واضح ومتشاف وملحوظ في الحاجات اللي هم بيخلصوها، سواء في الواجهات اللي بره أو سواء في المتحف من جوه. فإحنا أخيرا بقى عندنا خطة سواء للماركتنج اللي احنا بنعمله للسياحه في مصر بره. يعني لو حضرتك دخلت على مثلا موقع وزاره السياحه والاثار، كميه البرامج اللي هي الفيديوهات الدعائيه اللي هم عاملينها علشان الترويج للسياحه خارج مصر حاجه مهوله. كميه اللقاءات والسفريات والاتفاقيات اللي دكتور خالد العناني الفتره الاخيره برضه عملها، الاكتشافات ودكتور مصطفى الوزيري، كل الحاجات دي دعايه لمصر، تطوير الاماكن السياحيه نفسها او الاثريه نفسها. الموضوع بيتغير تماما. يعني انا شايفه ان بالرغم من ان ازمه كورونا يعني ضايقتنا كلنا، ولكن احنا بالنسبه لنا احنا في قطاع السياحه احنا عارفين ان احنا داخلين على مرحله جديده، لان استغلوا الوقت ده كله ان احنا هنرجع مرحلة انتقاليه مختلفه، والفرق واضح. المتاحف والاكتشافات والتطويرات واعاده تنظيم المناطق الاثريه، كل دي حاجات احنا فعلا كنا مستنيين ان هي تتحقق من زمان. أغرب المواقف اللي حضرتك لقيتها وشفتها من خلال شغلك يعني في السياحة؟ بالنسبة يعني موقف في الاكتشافات كده، يعني الاكتشافات الأثرية؟ والله كل اكتشافات مصر يعني الاكتشافات الأثرية كلها غريبة يعني. لا بس في أكيد حاجة غريبة موقف كده معاك لفتت نظرك في ذاكرتك مش قادر تنساه أو حاجة؟ أنا أتذكر الاكتشاف الجميل اللي عمله دكتور زاهي حواس لما دخل الروبوت جوه الهرم. ده كان اكتشاف بصراحه عظيم جدا، وفي حياتي انا ما بسهرش يعني، قعدت سهران الليل عشان اشوف الروبوت رايح فين. ده كان من بصراحه من اعظم الدعايه اللي كانت يعني معموله لمصر سياحيا في الفتره دي. انا يعني بعتبر ده بصراحه من اعظم الانجازات اللي حصلت. طبعا كل الانجازات ممتازه وكل الاكتشافات ممتازه وكل حاجه بتخرج من الارض المصريه عظيمه وممتازه، لكن ده كان حدث كده ان احنا بنتكلم على هرم خوفو، مش بنتكلم على حاجه تانية. بنتكلم على اسرار داخل هرم خوفو، بنتكلم على عبقريه المهندس المصري القديم انه ازاي يعمل قنوات ضيقه كده ماشيه في قلب الصخر، ازاي قدر يهندسها والروبوت ماشي معاها واحنا كلنا يعني عايزين نكتشف ايه اللي ورا الحاجات دي كلها.
من ضمن الاقاويل الغريبه اللي بنسمعها ان بيقولوا ان الفراعنه زمان كان حجمهم اضعاف حجمنا، هل المعلومه دي حقيقيه؟ لا لا لا، الدليل ان التوابيت حجمها عادي جدا، التوابيت حجمها عادي والمومياوات حجمها عادي، عشان كانوا بيتكلموا في بنى الهرم اتبنى ازاي، الحجر حجمه قد ايه، ومين اللي شد الهرم، والحجاره دي يعني اتكونت ازاي، كانوا بيستغربوا جدا، لذلك اطلقوا وقتها ان الفراعنه كانوا اطول مننا بكتير. لا ما اعرفش المعلومه دي حقيقيه ولا لا. في اوجاده سريعه يا استاذ احمد، كنت عايز اعرف من حضرتك يعني نتخيل كده لو كانوا اجدادنا لسه موجودين لحد دلوقتي الفراعنه، كان ايه اللي هيتغير في شكل مصر؟ هل كنا هنفضل في الوضع ده ولا كان الدنيا كانت افضل ولا الوضع كان؟ اعتقد بكلمك على التكنولوجيا والتطور العلمي وحساب الفلك والرياضيات. اعتقد ان هم من حته الفلك هم متطورين جدا. هو سؤال صعب جدا. سؤال صعب جدا. لا بس حته الفلك هم متطورين، مش من السهل ان انا بصراحه ارد عليه. انا اعتقد او انا دايما بقول حاجه انا اشعر بيها، يعني برضو دارسين التاريخ بيبقى ليهم ارتباط كده غريب بالارض، بناء على ان احنا نعرف او شفنا وسمعنا ودرسنا عظمه التاريخ ده. فانا دايما شايفه ان الناس دي كان عندها عقيده، الانجازات دي كلها لو احنا بصينا لها بالادوات او بالاشياء اللي هم كانوا بيستخدموها كانت ايه، كانت حاجات كلها بدائيه. فالناس دي كان عندها عقيده وشيء بيؤمنوا بيه وبيحترموا وطنهم، وده كان اكبر تطور في مصر في هذا الوقت، وادواتهم كانت طيب احنا بسيطة. للاسف وقت حلقتنا خلص. عامه انتوا امتعتونا النهارده لان الحديث مشوق جدا يا استاذه شيماء واستاذ احمد فهمي، حضرتك نورتنا النهارده والحديث بقي ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. بشكر كل مشاهدينا، استنونا كل خميس الساعه 5، واستنونا كمان في الاعاده، وكلامنا في المضمون هيكون كله ان شاء الله في المضمون. شكرا والى اللقاء.